الأربعة وتسعة دقائق على يفهم أحلى راديو العربية اللي تجيكم انت حتى للخمسة متاع العشية. مساء الخيرات مساء الأنوار للناس اللي تسمع فينا وين ما كنت. نسلموا برشا على الناس اللي تابع فينا على الباج فيسبوك راديو يفهم ولا على الشين يفهم تيفي على اليوتيوب مع اتصالات تونس. معنا حتى حد يروح متغشش شعارنا اللي بدينا بيه, شعارنا اللي إن شاء الله باش نواصلوا بيه تلت الموسم يتوال 600 يتوال واحد دياز كود يوصلك للألف دينار كاش, يوصلك للعشرين مليون عشرين ألف دينار من إهداء اتصالات تونس. حلقة 13 أكتوبر 2023 إن شاء الله يا ربي يخفف على أهلنا في غزة وفلسطين. نحب نرحب اليوم في الحلقة الثانية بعد جمعة الانتصار صديقي العزيز الامبراطور متاع الكوميديا والتقليد. قال لي خاطر ديما تقول لي امبراطور التقليد شبيني ما نضحكش انا باخو امبراطور الكوميديا والتقليد صديقي العزيز لطفي بنطقة. عسلامة يا لطفي. خويا وليد محليك فك عسلامة يا لطفي. قداش طيب وقداش حنين. هذايا لا 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 عندك شوية في ناس اليوم. لا 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 عندك شوية اسحبها ننصحك اسحبها. علاش ننصحبها؟ ننصحك اسحبها. انا شيء ثائرة ابو عبيدة ننصحك اسحبها. ما نسحبهاش. ننصحك اسحبها. تيش نوبش طردوني تي ناس ما تسحبهاش. لا لا عجيب والله. تي انت اللي يلعب معايا تقول له رد بالك راك باش تخسر وانت شنو كي تواتي فيك مريره فيها بس كون رياضي كون رياضي بس ما جاي تهدد فيا انت اليوم مثلا تخوف فيا معناها يمكن ينجم يكون. شوف ريت ابو عبيده اي انا ابو عبيده تيتش واضح ابو عبيده تيتش اي صغيرون هكاك اما كي نوعد نوفي بوعتي عجيب وراس خويا العزيز الغالي جاي متحمس انت متحزم وباش نعمل ضربات ان شاء الله ربي يحمي وخيانا فلسطين قبل الدنيا كل يا ربي تنصرهم وكاو اكاو بحاضر المباراه لطفي بنطقه حاضر انا ما رقدتش البارح نستنى اختي يطلع النهار فرحان برشا اللي معنا اليوم صديقنا وزميلنا الصحفي حلمي بوزويت. عسلامة حلمي. عسلامة وليد. عسلامة سي لطفي. عسلامة الناس كل اللي تسمع فينا. عجبتني عسلامة سي لطفي خايف منه معناه انا يقول لي في ناس يقول لي في ناس وانت هو اسمعني هو خلي ابو شعري الدر والاحترام قبل كل شيء محليك تعرف ليك يا حلمي بس اما بارسا يلزم يعرف اللي منافس جاي هدد فينا قال لك انا قدمه منافس من الوزن الثقيل 180 توزن 182 بارتريس كي العجله يا ريت بشتغل تاع بوالو بوالو ربي يزيدو حاضر روحك حاضر يا اخوي عنده الدم تك تك يلا سيدي نمشيو للروندة الأولى. أسمع لطفي اليوم خلينا مع رايدين تبداش بربش فينا فهمت الناس كل على أعصابها حتى نعمل أعصابي سويعة عايش خويا سويعة من زمان ويعد يروح يشد الأخبار استنى استنى ولي سنين الناس كل على أعصابي بالأعصاب أنا حتى من يعب أعصاب هي خلينا معنا بلاش استفزازات وبلاش كذا تستفزني رو نقصف ديريكت على بعض ولا يا أبو عبيدة شوف ما أنت تحب قبة نحاس ولا قبة الهواء ولا القبة قبة أبو عبيدة يلا سيدي نمشيو للروند الثاني عارف عديو هكا حلقة كاملة أنا وياك والله نضحكوا كرانا سامحونا والله العظيم قلوبنا مع خيانة في فلسطين كي تويتي هكا على القليل هذاك وتستمر الحياة قاعد تفصص فيهم إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر صحيح يلا نمشيو للمحرز 29 عام أمل الرويس عسلامة أمل يا أمل أنا اسمي وليد ساعة مرحبا عايشة باهي يا أمل ما فهمتش علاش سي حلمي سي لطفي ما صفقوش عليك نعاودوا من الأول عسلامة أمل عسلامة مسير نسمع فيك صحيت عودتي عسلامة مسير هي نحصلها في الكلاس صحيت أمل شنو حوالك؟ والله لاباس الحمد لله شنو تعمل في الدنيا يا أمل؟ نتكلم على سي لطفي بحذاك عايشك عايشك يا غالي عايشك شحالك؟ شنو تعمل في الدنيا يا أمل؟ والله انا تو حاليا زاد فوق الخدمه كلم فيكم وانا فوق الخدمه شنو تخدم يا مال نخدم في باتيري حلو مرتبات مرتبات اي مرتبات حلو وبنين بنين بشنو غرايبه بقلاوه الجو هذاك ولا شيرة الاخرى حلو عربي لا لا نخدم كرواسون سالي جاتو سواري سواري جاتو به به خاطر لطفي انت تحكي ويتشهى مرحبا بي في محرس نضيف ومرحبا بي انا يا امل انا يا امل موغلي استنى استنى يا امل
نعم. انا ما تخلي هو بالقصف مقبليك وتخلي ريتم سمعته شويه هو يفجع فيا معناها وما خلى ما قال لي معناها وكذا وانا سكت. دونك احنا في حومتنا قبل في الحوم العربي كنا قبل كي واحد هكا يبدا يحب يغلبنا هكا وكذا نجيب ولد الحومه. دونك انا جبت ولد حومتي تو ها وريني عضلاتك. عاد الخميسي نعرف قبلك. الخميسي نعرف قبلك انت. صديقي محمد خميسي على السلامة. زريتينو تحياتي خويا صفا. حما باش نعطيك معلومة. لطفي بنت خد خل. سلم على الفريق لقيت روحي في فندق البندقة. يا خميسي بالله بالله انت صديق الجميع. ايوه. لا 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 لا. لطفي ولا كيفاش قال لي قلت له معناها انت هيك فينو خويا. لا لا. كيفاش تقول لي فينو واحنا ولاد ربط وكلمة فينو فهمت؟ يا محمد. في الظهر برك. محمد ما عنده ما دخل قال لي انا راني ابو عبيدة. اه وي. فهمت؟ وقال لي راني ابو عبيدة متحمس ونحب نقصف ومتحمس تفرجي تفرجي يزر ابارومون في الاخبار تخلي خويا علينا اليوم ما فهمتش والمصطلحات شو المصطلحات ما هذا وانت زدت حطيت له حلمي مقابله قسم الاخبار اون بيرسون شنو تحب يا سيدي يا ولدي ناقص كان كلاي يجيبه لي حمر خميس زريتينو تحياتي صديقي بعد شويه تلقاو العصابه الكل دوامه بلوس حاضرين انا ديما نسمعكم في اثنين كنت نسمع فيك شويه تو دخلت باش نسلم عليك انت مرحبا بخويا الغالي ومفاجاه سعيده وبربي جيست باش نحكي معاك سي لطفي راه مش حد شيء مش مانيش خايفك ولا اه صار لك واحد جيب له تحومته اي وتو عاد كبي عمك احسن يدخل والدوامه بلوس اي تشكيل هذيك تشكيلتي يا حبيبي يا حبيبي تشكيلتي هذيك اخويا ميرسي بوكو حمر خميسي بعد شوية دمامة بلوس وكامل العصابة برشا ضحك وفي نفس الوقت برشا جد وبرشا اكتواليتي وتحاليل رياضة سبور اللي تحبوا انتوما اخبار سياسة منين دوارهم يدوروا نسلم عليهم برشا لطفي بندقة امل قتلك انا في الحلو 10 على 10 ما شاء الله عليك ان شاء الله تكون في الاجابات زاد 10 على 10 نمشيو للمنار 69 عام متقاعد سي سلاح عباس عاصمة سي سلاح سي سلاح ولا سي صالح وتحياتي لجميع الحاضرين والمستمعين. اه محليك يا سي صالح ساعة ولا سي سلاح؟ لا صالح. اه صليح المعلم. الاثنين يأديوا نفس المعنى ما يسالش. الاثنين يأديوا نفس المعنى. صالح وصلاح. سي صالح شنو الأحوال الساعة؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قاعد تبع في الأخبار. تبع في الأخبار وربي ينصر إخواننا المسلمين وربي يحفظهم. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين. آمين. أمين. وربي انا ينصرني زاد على لطفي بندقة يا سي صالح راه عامل جيت قنبلت عليك تحياتي سي لطفي بندقة واللي معاك الكل اي سي حلمي بوزويتا زاد سي حلمي بوزويتا يشاركوا معاك الكل وربي يقولوها ان شاء الله كنا فرحانين يعيشك يا سي صالح نسلم عليك برشا احنا زاد ونحبك خويا في فورما سي صالح ولا امل سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة اجابات صحيحة في اقل توقيت عنده حرية الاختيار يلعب مع ابو مع لطفي ولدك شو اسمه لطفي ولد عبيد بالحق بالحق محمد غيث محمد غيث معناها تعرفش عيطولك انت ابو غيث هاي ابو غيث انا اوكي نعيطولك ابو غيث نكتب في الصحافة نصح ابو غيث نعيطولك ابو غيث هاي ابو غيث ابو غيث يلا اليوم مع ابو غيث ومع سي حلمي بوزويتا دونك نبدا بك انت يا امل حاضرة امل حاضرة اي جاوب فيسا في اقل من 10 ثواني امل السؤال يقول امل سمي لي ثلاثه بلدان تتمنى تمشي لهم فرنسا السعوديه ايطاليا ايطاليا فرنسا السعوديه ايطاليا حلو الكوكتيل اللي عملته فرنسا والسعوديه كوكتيل هاك تمشي تعمل دريبه شوبينج وتمشي تعمل عمره وبعد تمشي تعمل شويه محويسه كيكا هي علاش ما تعملش فرنسا ايطاليا وبعد تمشي للسعوديه فرد مره كيما تصير يعملوا في الباتو كروازير هذوك من بعد تمشي تعمل اي فكره باهي امل في قدم الثانيه السيده المخرجه في قد ايه 5 ثواني ثلاثه اجابات صحيحه نمشيو لسي صالح هاي سي صالح مرحبا هاي يلزمك تجاوب في اقل من 5 ثواني سي صالح السؤال يقول سمي لي ثلاثه معالم تاريخيه في تونس يا سي صالح الجم طريق بلاريجا وكسره كسره كلاريجا بلاريجا 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 في جندوبة باهي بلاريجا 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 ثلاثة إجابات صحيحة في قدم الثانية سي صالح في 5 ثواني ونص 5 ثواني ونص أمل كانت أسرع منك بنص ثانية أمل لك الاختيار
لطفي بندقة بوغيث وإلا حلمي بوزويت. أي بوغيث وبوزويت كيفاه؟ أنا معطي لطفي. مش ترسيلك راهو في كيلو حلو يا مل. ميسالش قلبها كبير قلبها كبير. لا ميسالش الله حبي حتى كما نربحش ميسالش ربي يخليك. شفت الاخلاق. انت شنو شايب بقلاوه ولا كعك ورقه؟ فلوس نشري واحد. شفت خبزه قطع عليها اسمه. الله 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 الله. شاي كبير هذا خبزه قطو. غدو على البرود نركب. غدو على البرود. بس سيدي تبقى رسوه. عصبي يا خويا. عصبي. ان شاء الله ربي يبارك لك ويعطيك الصحه واحنا رانا نفدلكوا برا مع المستمعين نتاعنا. ان شاء الله ربي يجيب القسم. تيزي يا لطفي ضرب وصلني راه زيت زيتونه والشاي هذاك كله وصلني. تم بعد شحلوا تحقيق احنا بتبيعه ستة بالله قالوا انت التحقيق ما عندك متعن تيتي وعدت المرابش تجيب لي رسالة عربي وندر شنو مشيت بالله ولا الباشا قلت لها شيك جمعة شيء عندي الليستة وين ماشي انا كنت عم ضربة في قبلي من بعد شيء بالدقلة وعنا الخبز تابونا اي طبعا في قوتي مال اجيب البنان يلا مل مع لطفي سي صالح مع حلمي نمشي مباشرة سؤال السرعة لطفي بندقة حلمي بوزويتا السؤال يقول ديك على البزار سي حلمي نعرف ما زلت ماكش مستانس شنو اسم العملية اللي تقودها حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي حلمي طوفان القدس طوفان الأقصى طوفان الأقصى جواب صحيح أحسنت يا حلمي مش خدمته هذاك وهو صحفي وكان ما يجيبش عدد جديد عاد مشينا ماك صحفي رياضي انت هي صحفي رياضي انت ماك صحفي رياضي باش نمشي نشوط بيلانتي انا في القدس ان شاء الله ربي ينصره وغير ابو غيث يلا حلمي معك سي صالح سي صالح 30 ثانيه عندكم باش تاخذوا نقطه يا سي صالح خطوه اولى للدور النهائي السؤال يقول اقسم الله عز وجل بالتين والزيتون كنايه عن الارض التي تزرع فيها وهي مهبط الرسالات السماويه شنو هي الارض هذه اقتراحات العراق لبنان ولا فلسطين تشاور انت وسي صالح عندكم 30 ثانيه حلمي قبل ما تنزل على البزار سي صالح مرحبا تفضل فلسطين فلسطين بالضبط حطينا اخر قرار فلسطين سي وليد اسمع سيدي ثقه في النفس يا سي صالح وي جاوب ديريكت متاكد متاكد راه حتى لبنان ارض سخونه والله يا كتوى ما في السابق تاريخيا فلسطين كتوى قبل فلسطين هي في معناتها مهبط الرسالات السماوية أولى القبلتين على لا اسمه زوج رسالات فقط النصرانية واليهودية به أقسم الله عز وجل بالتين والزيتون كناية عن الأرض التي تزرع فيها وهي مهبط الرسالات السماوية الأرض ذي هي فلسطين جواب صحيح برافو سي صالح برافو حلمي نقطة أولى الحلمي أقعد زاد أقول لي قرايتهم حسيت تحب تقول حاجة لطفي حبش ها حبش باهي يا أبو غيث يلا سؤال الأولوية مرة أخرى حلمي فيش اليوم لطفي هكا حسيته مشكلة عادي قلنا من الوزن الثقيل الحقيقة أيه. وليد أيه. والله قلوبنا في فلسطين اي نعرف كلنا ما أخويا إيش نعمل إيش تعمل سكروا حانوت صحيت لاباس إن شاء الله ربي ينصرهم ما والله عجبني عبد الحميد بارح في كلمة إيش قال قال لي بالعكس ما لازم نضحكوا ولازم نغنيوا ولازم نلعب ويلزم ويلزم بيان سور لا لا بيان سور شنو قال لي نقعدوا نولولو لا 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 قال لي انا الله لا يولول المؤمن صحيح عجبني فيها والله لا كلام معقول خاطر شو هما ماذا بيهم معناها هذاك علاش معناها نقعدوا الامه العربيه ديما معناها مستاءة وكما تحكي انت وكما قال سي عبد الحميد محبطين محبطين الله لا يحبطنا نلعب وتستمر الحياه ديجا اللي صار تاريخيا اونيفيير اللي احنا عرب والله به سؤال وانا لازم الامل تكون فير اللي اختارتك انت فير فير ايه ما لا ورني قدراتك يلا سؤال الاولوي مره اخرى حلمي لطفي سؤال يقول في اي محيط تقع جزر القمر القمر في اي محيط تقع جزر القمر سي صالح ليه ليه بزر بزر كنا مش جزر القمر في لعبوا مع الفليكيب ناسيونال نتاعهم في كاس افريقيا ها اي اما انا قلت اين في اي محيط تقع جزر القمر اعطيني اقتراحات كلاش مره تعطيك مره ما تعطيك الهادي
ما نعطيش خيب الوجوه تعطي الإجابات. ما عطيتش أنا في الكيستيون سؤال سرعة ما نعطيش اقتراحات. هو عمل لك اون دور ضيعك وانت ضاعت. شنو تحب نعمل؟ لا خاطر ساعات ما عندكش الإجابة لوش نزعل بوزة. أنا ظروفي ظروفي سيد الرئيس. يلا حلمي بوزويتا معك سي صالح 30 ثانية سي صالح يوصلوك للدور النهائي. السؤال يقول له شنو هو اسم الحيوان يا سي صالح اللي يموت إذا فتح فمه لأكثر من دقيقة؟ الاقتراحات سلحفاة، الضفدع، ولا الدولفين؟ سلحفاة. يا سي صالح حلمي ما عندوش حلمي ما عندوش ما عندكش إجابة. معرفش سلحفاة ولا الدولفين. يلا انا السلحفاة. السلحفاة بزارك. جاوب نهائي سي صالح. اي نهائي. اسم الحيوان اللي يموت اذا فتح فمه لاكثر من دقيقة بين السلحفاة، الضفدع، والا الدولفين؟ اخترت السلحفاة للاسف الاجابة غالطة. هو الضفدع. اجابة غالطة. ضيعت فرصة الدور النهائي. سؤال البزار مرة اخرى. لطفي حلمي لطفي شبيك ما حسيتك ضايع شوية؟ ضايع برشا بحق. والله كاني معاك كاني معاك كاني قاعد نمشي ونسخ كل مصر. لا لا ماكش عاجبني اليوم ما كيفاش نعمل وحتي دي الزوز روعة البزور ماما وش هي ممكن هكا هو حطي دي حتى الأربعة هكا هو. يلا لطفي حلمي 30 ثانية لطفي يتعدل النتيجة. يا فرصة أخرى الحلمي باش يمر للدورة النهائي. السؤال يقول له شنو هما لي موليكول اللي يتكون منهم الماء؟ H2O. H2O جواب صحيح. الهيدروجين والاكسجين جواب صحيح. برافو لطفي معك امل لطفي 30 ثانيه. السؤال يقول امل نعم الماء اللي يتجمد على نحو اسرع الماء يتجمد على نحو أسرع. شنو الماء اللي يتجمد على نحو أسرع؟ على نحو أسرع به عند وضعه داخل الثلج وقت اللي نحطوه في الثلج. نعم أنا هو الماء اللي يتجمد فيسع فيسع معناه كي نحطوه في الثلج. الاقتراحات الماء اللي يتجمد فيسع فيسع. أي الماء الساخن، الماء البارد، ولا الماء المعتدل؟ الماء المعتدل ولا الماء البارد؟ الماء البارد بقطيعة. الماء الجمل فيسع الماء البارد. اسمعني امشي معي الماء سخون المعلومة عندي على خطر فهمت. الماء السخن المعلومة عندي. الماء اللي يتجمد على نحو أسرع عند وضعه داخل الثلج. الماء السخن كنت درايك أصلح دبرسك. الماء السخن. أي 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 المعلومة صحيحة عندي. أي انتهى التوقيت. عايش كمال أعطيني اللي جاب. هيا مانيش نلعبوا راهو كي نقول لك خبر 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 الماء الساخن. اي صحيح هكا قلت لك قلت انا مقتنع راني ما حبيتش تخسر. على اعصابك لطفي باش نترزا في كيلو مقروض. على اعصابك لطفي. على اعصابك لطفي. امل ازاي الماء الساخن؟ يا امل ما تخافش منه شبيك خفت يا امل دودم انا انت التوقيت سيد المخرج باش ناخذ الماء الساخن. يا امل شبيك خفت منه كنت ماشي الماء البارد على بدل ترايك خاطر انا قلت انا مقتنع. انت قلت لي مقتنع هكا هو انا متحقق تو هو ما بارد وانا عندي فيه ثقة باه هو ما بارد كي نحطوه في الثلج اه والاخر ما سخو ما كي تحط في الثلج شو يولي بارد بعد شو يولي يتجمد هذا ما بارد نحطوه في الثلج ديريكت يولي متجمد دوكا ما اسرع الماء البارد ولا الماء السخون يحاولش يلعب لك بمخك هو اللي يقطع حاجه درجه الحراره المنخفضه نتاعو هو اللي يبرد فيها. صحيت ريت كيف مال علاش تبعتك انت تعرف المعلومه هذه؟ دخلتني بعض انا دخلتك بعض انت قول الماء الساخن وش عندك فيا انا نتحمل المسؤوليه قالت هي تو صاي هكا هو مال اعترض انت على حكم الله انا نعترض على حكم الله مانيش نجاوبك اليوم احنا في هدنه. الماء اللي يتجمد على نحو أسرع عند وضع داخل الثلج هو الماء الساخن جواب صحيح. برافو لطفي. برافو أمل. يا أمل سلكتها يا أمل.
لا هو لوجيك راه كلامها على خاطر كيبدا بارد الماء فهمت غلاس وتحطه فيه ساعه يولي ثلج اما سيونتيفيكمون معناه يبدا سخن هذاك صحيح. هاني هاني قلت لك حقك بضاعتكم ردت اليكم لطفي بندق يرحم والديك. يلا سؤال الاولوي مره اخرى حلمي بوزويته لطفي بندقه كيستيون برار السؤال اللي بشوف المباراه فعليا عندك عندها عنده يا لطفي اذا كان واحد من الكرونيكور يجاوب صحيح المدبري اللي معاه يجاوب صحيح يمر للدور النهائي جاوب غلط اوتوماتيكمون الفريق المنافس يمر للدور النهائي. السؤال الاولوي لطفي حلمي سؤال يقول له ما هي عملة فلسطين قبل الاحتلال؟ جنيه ولا دينار؟ جنيه جنيه حلمي جنيه جواب صحيح برافو حلمي هني قلت جنيه هو نزل لا اسرع منك شلون عمك لازم تنزل وبعد تقول انت تقول وبعد تنزل ركز يا لطفي انت خاطر صاحبك حلمي يا ابو غيث ركز يا ابو غيث كل اللي يجيبوا في اصحابه ركز يا ابو غيث ما بك يا ابو عندي اربع اصحاب اربع اصحاب اربع في الدنيا نجيبهم غدا غدا تجيبهم يلا حلمي معك سي صالح صالح يا سي صالح يا نعم عنا 30 ثانية سي صالح ما تفلتش الفرصة المرة ذي راهو مش كل مرة تسلم الجرة خاطر كان جاوب غلط اوتوماتيكمون امل تمر للدور النهائي السؤال يقول الدولة الموجودة على حدود فلسطين من الشمال هي الاقتراحات لبنان مصر ولا العراق سي صالح لبنان سي صالح قال لبنان عندكم 30 ثانية ركزوا في العجلة الندامة 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 برك لا تن حبا تن انت التوقيت سي صالح سي صالح جاوبني اي ولا نمشيو في لبنان نعم نمشيو في لبنان جاوبني اي سي صالح لبنان 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 جاوبني اي سي صالح نعم إجابة نهاية الإجابة الأخيرة كما قلنا الدولة الموجودة على حدود فلسطين من الشمال ما هيش العراق مصر وين موجودة يا سي صالح من الجانب الجنوبي خطر مشيت البحر مشيت الجنوب الدولة الموجودة على حدود فلسطين من الشمال هي لبنان جواب صحيح بلد الأرز مبروك عليك سي صالح الدور النهائي مبروك عليك يا سي صالح شكرا يلا سي صالح نتلقاو بعد شوية خلي تليفونك محلول ومشارجي يا سي صالح أمل يا أمل صديقتي ألا غالب حلمي كان أسرع من لطفي ببعض الثواني مبروك عليك أمل بونداشا قيمته 100 دينار من هدية اتصال تونس مبروك عليك يا أمل ونخلي لك كلمة الختام أمل على شكون تحب تسلم هاي نقدم لها العيد نقدم لها هي نفسنا كل مرحلة فيك عايشة محمد مشكل إن شاء الله إن شاء الله نعوضه نقدم لها أصحابي يا عايشك يا أمل المقروض شعملنا فيه المقروض لا مش بجيب له المقروض مرسي بوكو يا أمل نسلم عليك برشا مبروك عليك البونداشا قيمته 100 دينار من هدية اتصال تونس إتوال 600 إتوال 1 دي اس كود يوصلك للألف دينار كاش ترتاح صغيرة مع البيوب رجعين مازلنا واصلين معكم في الروندة الثانية مباشرة نمشيو للمروج سي عبد اللطيف الشهيبي عسلامة سي عبد اللطيف مرحبا بك شنو أحوالك يا سي عبد اللطيف ربي فضلك عايش بحلوكي سي عبد اللطيف متقاعد هكا ولا إن شاء الله منين وين كنت تخدم سي عبد اللطيف ميدان النسيج يا نعيما يا نعيما قطاع النسيج مرحبا قل له زاد نحب برنوس ونحب لواس وصندوس قل له الراجل متقاعد نمشي يجيب لي ديما نعرفك انت ديما كيف سبورتيف 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 جيب لنا سيرفيت مون يا هاوك ما يفلتش والله لا يفلتش فادلك عليك خويا فادلك عليك يعطينا ربي ربي فضلك عايش خويا ان شاء الله ديما متالق بس عبد اللطيف سي عبد اللطيف قعد معنا بطريقه تليفون نمشيو لتونس لفاتن بن طرش عسامه لفاتن عسامه شو احوالك يا فاتن الحمد لله صحه بخير الحمد لله في الخدمه ولا في الدار يا فاتن
الخدمه. في الخدمه الحمد لله ماكش في الدار. سي نوت يقول لك شنو الفطور، وبعد يقول لك نحب فم فايم مقرونه فايم كسكسي. يا ودي حنا تاع اللي جاي اليوم حلو هذا كان بعد حشيره. ايوا شقالت انا لا مش ما عاود اختي عاود قلت لك طعام قول شبع مروحت لهم بعد مروحت لهم مروحه للتطيب 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 صح. ربي معاك ربي معاك. كان فاتك كان فاتك طعام قول شبع. شنو كل مرة تشدني قدامك وتقري فيه مدب؟ كان فاتك كلام يا خويا ما فاتني حد. أنا نحب نسمع حاجة ما سمعتهاش قول عاود. كان فاتك وكان ما فاتكش خذ الكار اللي قبل ما تفوتك الأخرى. اسمع فاتن فاتن. ألف فاتن. أهلا بيك عسلامة. أهلا أختي يا خويا معذبني ريتو صدقني ندبر في خدمة أخرى إن شاء الله ربي ينوب عليا. خاطر يحبك برشا هذاك عليك. يا ذنوبي يا ذنوبي. يا فاتن يا زي تهزلو في المورال. والله ما احلاها فاتن. لا لا والله انا نعطي فيه في نصائح باش في حياته خاطر مازال صغير لطفي ماك تعرف معناها مازال في ريعان الشباب باش في حياته يستعملهم ما يقعدش يغلط في الاغلاط اللي غلطها معايا انا كان انا غيري. انا في ريعان الشباب معناها وليت زريط في الكشف مازال ما تولد. باهي فاتن حاضر المباراة ان شاء الله. عندك الدبارة نتاع اليوم في مخك؟ عندي دبارة اليوم. شنو هو الدبارة نتاع اليوم ترى؟ اليوم باش نعمل لوبيا. لوبيا. والطاجين والطايفة. اش خليتي؟ اللهم صل على النبي. عشاء عرس هذا. ما شاء الله. قل هو الله أحد. قل ما شاء الله. قل ما شاء الله. رب الفلق. قلت ما شاء الله أخي. قبل ما تبدا طيب سمي بسم الله يا فاتن واشربوا برشا ماء. تعرش عليها. ما أنا خاطر كل واحد نطيب له وحده في الدار صغاري ليكمش اللوبيا. هكا هو. نعملهم دونك اللوبيا استنى عاد لوبيا للرويجل والطاجين للصغيرات كيكا يعطيك الصحة صحي لطفي تاكل سلاطة كمل لنا فايم مقرونة كمل لنا فايم مقرونة هيك صرفت صرفت تعمل لكم زردة ما فهمش ترى حتى كي ربحت مليون تحطوا الكل في في فلوس موجودة ولا خوف من الفقر عجيب والله هاي قالتلك صحة 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 هاي بسم الله باهي ابو غيث انت اليوم قصف عشوائي قطعم فيه ولا لا وليد اه ولا لا وين تلز فيه باش نعمل لك قبة نحاس تو نحب قبة الهواء يلا فاتن سي عبد اللطيف سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يا يكون ضمن فريق لطفي بندقة ما ننصحوش برشا والا ضمن فريق لا تلعبش على اعصابي سي حلمي بوزويت تهرب لي الجمهور نعطي في مساحه سولون 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 لي ستاتيستيك نتاعك لا ستاتيستيك لا ديسان تكنيك كل حاجه بلا قولوا كل واحد يختار الاحصائيات ما تاثرش على المستمعين سي تخي كراف سي تخي تخاف كراف ميم يا فاتن نعم انا نصيحه مدي لا لا ننصح لا لا ما عادش تنصح وحسب الاحصائيات سيد على 500 ايميسيون ربح مره ونص لا مره غير ربع ربحت خلط عليه الدار قال لي راك ما ربحتش مره غير درجين هكاك ما تعدلش عليه ما تعدلش عليه سي عبد اللطيف حاشيني مش يسمع فينا جمله سي عبد اللطيف قيس مصافيك مصافيك قاعد معاك النسيج ليه جايه معناها بطه كامل بالحضور باش يستقبلوا سي عبد اللطيف نعم انا نصحت نصيحه ما يقول لك نصيحه من الدين ولا ايه؟ اي نعم حسب الاحصائيات الاخيره والتقييم الاخير اللي عملناه الكل معناها كرونيكور سي لطفي بندقه متحصل على اضعف 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 وزن 200 جرام اضعف ما نتصورش صحيت صحيت اي مال اختاروا تتصور عقلك ما نتصورش عنده تصور هاك ارتحت اي مال اختاروا يا سي عبد اللطيف ربي يبارك لك سي عبد اللطيف اسمع الاسم هاك عبد اللطيف لطفي انا باش ننصحوا من تو يا سي عبد اللطيف كان تختاروا ترسي لك في خساره وترسي لك في سيرفيتمون ما تعدلش عليه ما تعدلش عليه واختي العزيزه رجل امورك بالنسبه لل وانت ترسي لك في مقرونه وخسار بن يا بدي ناكلها ناكل لوبيا لا لا لوبيا راجلها ما عندك حتى دخل لا لا لا, لا عندي باي في لو لا لا ما عندك حتى دخل في لوبيتي لوبيتك لوبيتي اللي ما عندك حتى دخل في اللوبيا حتى كعبه لوبيا هاك ما تاكليش والله تصل عني ما نمشي كعبه لوبيا لا تاكل اعطيني نمر المشي والله ها سيدي والله كعبه لوبيا لا ترى هاي هات نكلم راجلها فضحني 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 حقيق بارا خوي نلعبوا حقيق يلا نبداو يلا سي عبد اللطيف ولا فاتن سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يا يكون ضمن فريق لطفي بندقة وإلا ضمن فريق سي حلمي نبدأ بك أنت يلا فاتن ليديز فيرست ركز جاوب فيسع السؤال يقول يا فاتن سمي لي ثلاثة أنواع متاع غلة أنجاز تفاح
خوخ. خوخ قعدت تخمم برشا يا فاتر. بنان. ما تلما ولينا نتشهيوه. ليه البنان مش موجود هسي. البنان نتصوروا معاه كارت بوستال. بيت ثلاثة إجابات صحيحة في أربع ثواني، برافو فاتر، نمشيو لسي عبد اللطيف. أي سي عبد اللطيف. نعم. حاضر يا سي عبد اللطيف. ما موري صعبت شوية راهو يزمك جاوب في أقل من أربع ثواني. سعبد اللطيف السؤال يقول سميني ثلاثة مواد أساسية قريناها في الابتدائي يا سعبد اللطيف. أول حساب أي في صعب الإسلامية والقراءة. والقراءة ثلاثة إجابات صحيحة، برافو سعبد اللطيف. في قدم ثانية أربع ثواني ونص يا والله حويل، نص ثانية اللي فاتن أسرع نص ثانية. مسير سعبد اللطيف أنا ديما نسبقوا المرأة هكا ولا هكا هاي اللي فاتن إني خيرتك فاختاري ما بين وبين لطفي بندقة ولا حلمي بوزبيتا، شكون تحب يعاونك؟ لطفي بيان سور. بابا بابا علي يرهب بابا ليه كلمة تتقاطع ليه؟ لا والله لا 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 أنت ما تهربش لطفي بندقة كلمه راك اليوم لا والله يقول ابو العريس كي نعملوا مجلس شيوخ يقول هذا بابا اذا نكلمك المهم ضحكه نجم القلب اكثر من الضحكه ذا يا فاتن انا نضحك من الصبح. يرحم والديك يا فاتن يرحم والديك. فاتن انا مش عطيك معلومه ملكي تحب ضحكه من القلب فهمت اللي انت باش راسيك طيب في مقرونه خاطر راجلك امبوسيبل باش يعطيه اللوبيا فهمت تطرسيك يا ودي تو نشري لوبيا من بوحدي تضحكني ما ضحكتكش يا اختي فاتن طيب على روحك والله لا نجي والله لا لا ما عرفت يا ايزا ايزا تعتب حدايا في المشكل حول ولا قوه الا بالله فضحني في كل حته كل برنامج هيك يعذبني العذاب الاليم وانا مسامحه قدام ربي وعبيد اما ما عادش تقول للمستمعين ردوا بكم تختاروا لطفي هاو كريتا معناها ما خليها دبر راسها انا نصحتك اش قالت لك فاتن اش قالت يا اخي سامحني يا اخي واحد كي ما يقبلش نصيحه ودبر راسه انا فاتن فاتن اش قالت لك انا يعني عليها هي باش هي اختارت دبر راسها ايه سي عبد اللطيف انا مشيت خويا انا فرح لك سي عبد اللطيف مع سي حلمي مرحبا سي الا فاتن مع سي لطفي نمشي مباشره لسؤال السرعه شكون باش يكون اسرع لطفي بندقه والا حلمي بوزويتا السؤال يقول شنو اسم الحيوان اللي يطلق على صوته زئير الاسد الغضنفر الغضنفر يا سيد انت يا ابو غيث ايا فاتن ايا فاتن اعمل له لوبيا بالصيد بربي اي لطفي فاتن 30 ثانية سؤال لوبيا بالصيد ضحكت يا خويا ضحكت هي ضحكت انت ايش مخلقك هي ضحكت لوبيا بالصيد سبحان الله لا عملنا لوبيا بالنمل سبحان الله حسبة الله ونعمة الوكيل هي ضحاكة ضحاكة يلا فاتر معاك لطفي 30 ثانية سؤال على نقطة خطوة أولى للدورة النهائية سؤال يقول ذي باش نقول لك من قلبي أعطيني تابي سيد المخرج بربي شنو ما عندكش دورة أنت باش تجيب التابي من القائل من القائل أعطيني تابي باهية في الحزين سيد المخرج لا تابي تابي سيد المخرج جيبوا له يا ولدي فرشية حب تابي حب تابي يا سيد المخرج تابي جيبوا له جيبوا له زربية من القائل يا لطفي وفاتن وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل الاقتراحات أحمد شوقي امرؤ القيس ولا أبو الطيب المتنبي فاتن فاتن أنا عندي الإجابة أنت شكون اللي قال إذا أتك مذمتي من نقص فتلك شهادته لي بأني الكامل أحمد شوقي امرؤ القيس أبو الطيب المتنبي شكون تقول أنت بزور أنت راك أي شكون تقول أي أنا أقول أبو الطيب المتنبي يمشي معي يمشي معي يمشي معاك أنا قصدنا ربي توكلوا على ربي والله باش تكلف لك لا لا ما عندك ما تكلف مقرونة تعدلش عليه مقرونة باش تحب انت لطفي المقرون جنرال ما والله بالحوت بالحوت البارح مقرونة حوت ياكل حوت تقري الجهد يموت يموت الله لا يموت مؤمن الله لا يموت مؤمن به لا فاتن نعم تو تعرفوا قوي في الشعر معناه وباش تتبعوا كيك عينيك مغمضة لا لا عيني محلولة هي ما تشاورش إيه والله إيه إذا نكلمك مش لكي ما أعرفك قوي ولا مش قوي أما هو نتصوره يعرف كثير مني نكو شو يتنهد خاطر احنا جبناها صحيحة راهو يا فاتن راهو مشوي لا إله إلا الله وحول
محمد رسول الله. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. هو أبو الطيب المتنبي جواب صحيح. ريتي راحك. أه والله يا ريت راحك وليد ريت متأزم. يا ودي كي نجيب وجهه ما عندكمش بلي ركزوا لي عليه. اما انا شنو تتغشش عليه؟ تسمع في كلامه ايمن فريق اف ام تي في قال لك خذوا سيري خذيتوا سيري. اي خذوا سيري ميزابي تروا جور ميزابي. خويا هو عنده برنامج ومولاه وتابع الاداره. يلا سؤال الاولوي مره اخرى حلمي بوزويته وينك يا سي حلمي؟ والله سي لطفي عنده برشا موتيفاسيون من السابقين شيء كبير. انا جعت دخت المو معناها نسمع في الشيء شفت. يلا حلمي لطفي سؤال الأولوية. السؤال يقول من هو مخرج فيلم عصفور سطح؟ حلمي سي فريد بوغدير. سي فريد بوغدير جواب صحيح. مقادي لو جلسي سي فريد بوغدير متخلق برشا اللقب بوغدير معناها قعدت شك في الاسم سي فريد. صوته محلاه والمره نكتشف من بين حلمي عنده كان مازال ومقدم اخبار عطيه ضرب اخبار قد الدنيا عطيه ضرب اخبار عطينا اخبار بار اكزامبل توا ابو عبيده. استنى عندي عباره مزينه على ان اللبيب من الاشاره يفهم. صحيح صحيح هو قالها في بالك مولاها. اي مولاها صوته صوته. لا اما والله لا عنده صوت خارق العاده بصدق والله صوتي انا خايب معناها هيك حطك مذيع ربي يزيدك انا حاسدك والله حاسك غير مني شويه لطفي. يلا سي عبد اللطيف سي حلمي 30 ثانيه باش تعدلوا النتيجه. يا سي عبد اللطيف السؤال يقول شنو اسم الغله اللي تسمى بطعام الفلاسفه؟ الاقتراحات الموز التفاح ولا العنب؟ غلة تسمى بطعام الفلاسفة ماكلة الفلاسفة. تشاوروا حلمي تزرب سي عبد اللطيف. انت شنو شنية الغلة؟ ما هذا قبل ما تنزع البزار غلة. انا نمشي للموز الحق. اي سي عبد اللطيف نزل على البزار انتهى التوقيت. شنو اسم الغلة اللي تتسمى بطعام الفلاسفة؟ معنى الفلاسفة قبل كانوا ياكلوها برشا. الموز ولا التفاح ولا العنب؟ هو اختار الموز وانتي. هاي سي عبد اللطيف. سي عبد اللطيف هاي خي الموز. انت التوقيت سيد المخرج دونك اختاروا الموز. علاش اخترت الموز حن؟ هو بقطع النظر انه غالي برشا معناها ومفقود، اما حسب ما نعرف انه الموز غني برشا بالمغنيسيوم ويساعد على التفكير. علاش ما قلتوش هذايا من الاول وتخلي سي عبد اللطيف يخمم؟ عندك 30 ثانيه قبل ما تنزع البزر. يا سي عبد اللطيف راهو البنان كانوا ياكلوه الفلاسفه خاطر راهو فيه برشا مغنيسيوم يخليهم يخمموا بالكدا ويخليهم يركزوا بالكدا. راهو هو ديريكت جاوب بالموز. يا خويا راهو تعبوني انا واحد ينزل على البزار يجاوب باش نولي انا تو في القوانين. والله تعبت يا سي عبد اللطيف برا ارتاح تعبني انت تعبني نرتاح انت باش تاخذ بلاصه. لا تحب تاخذ بلاصه. لا ما ناخذش بلايص الناس. لا تحب تاخذ بلاصه. انت تحب تاكل اللوبيا نتاع الراجل وتحب تاخذ بلاصه. لا ما ناخذش بلايص الناس يا فاتن. لا يلا نعمل برنامج وحدي ما كانش لين نحل فرع وحدي. تحل فرع وحدي شد بلاصه وليد زريات خرج ولطفي دار عليه. اسمع اللي ما سمعت. لا يا ولدي سي عبد اللطيف الغله اللي تتسمى طعام الفلاسفه يا سي عبد اللطيف هي فعلا الموز البنان. جواب صحيح. نقطة التعادل سي عبد اللطيف. والله زوز متبارين محليهم ماذا بيه زوز يربحوا. حتى انا ماذا بيه زوز يربحوا. انت زاد ماذا بيك انت ماذا بيك زوز يربح باش تاخذ سيرفيتمون وتاخذ لوبيا باش تاخذ لوبيا في شورت. تحب تاخذ لوبيا انت وتحب تاخذ سيرفيتمون ماكش هكاك. والله يفضحني يا سي عبد اللطيف. لا غالب يا خويا شنو نعملوا له ترى ولا برنامج برنامج شنو بشكل والله ما ضحكتش في صحن لوبيا وبرا تكلف لي اغلى صحن لوبيا في العالم. يلا سؤال اللي بشوف المباراة بين سي عبد اللطيف وبين فاتن بين حلمي وبين لطفي. سؤال السرعة توا بالحق سؤال السرعة خاطر أنا متأكد اللي زوز عندكم الإجابة إن شاء الله. اللي باش ينزع البزر ويعطي الجواب صحيح هو المتباري اللي معاه باش إذا جاوبته صحيح بيصير من بعد يتعدل الدور إن شاء الله النهائي. ركزوا
سرعة مطلوبة أسوال يقول. سلطان الغلة هو الهندي. الهندي هندي يا هندي ملا لطفي موتيفي برسا يا فاتن باهي 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 يا فاتن إنه الهندي الهندي يا الله إنه الهندي الله أكبر يلا فاتن فاتن عندك 30 ثانية فاتن جاوب صحيح فرصة ما تضيعهاش باش تمر للدورة النهائية سؤال يقول هاي وريني قدراتك يا صعب علي بالعاني من هو النبي الذي كفل السيدة مريم العذراء اقتراحات سيدنا يحيى عليه السلام سيدنا زكريا عليه السلام ولا سيدنا إبراهيم عليه السلام سيدنا زكريا نمشي معك في الخط تبى تمشي معاه في الخط ما عندكش اللي جاب انا يعني زكريا انا كنت نقولها وحدي كي قالت يا اخوي احنا ما انا غلطين وجبناها صحيح زكريا هي ما حاولش اثر عليك رد بال سيدنا زكريا لا اثر علي جاوب ديريك قولها ما بدلش رايي صحيت صحيت فاتن عاش اختي ما لبش طيب له المقرون يا ودي ما حشتيش بالحوت النبي الذي كفل السيدة مريم العذراء هو سيدنا زكريا عليه السلام جاوب صحيح برافو فاتن برافو فاتونة فاتن مبروك عليك الدورة النهائية صديقتي نتلقاو بعد شوية سي عبد اللطيف محليك يا سي عبد اللطيف والله محليه متبيري والله عظيم وجميل لا استنى عاد كيك مطرحش متغشش مبروك عليك سي عبد اللطيف بونداشا قيمته 100 دينار من هدية اتصالات تونس مبروك مبروك عليك سي عبد اللطيف خليه لك كلمة الختام ما علاش كنت حاب تسلم سي عبد اللطيف السلام عليكم وعليكم السلام بارك الله فيك احمودي والله هذايا عجبتني من احلاه عجبتني منه سلم على سيلود ما حاب تقول له شيء طيب للوبيا لا حاب يقول حتى ما ربحش معايا هو يسلم عليه شفت انا ما سلمش عليا انت غصرته سلم عليك ميرسي اسرع مني ميرسي بوكو سي عبد اللطيف نسلم عليك برشا نتلاقاو بعد شويه في الدور اني لطفي بونتخا حلمي بوزويته ايتوال 600 ايتوال 1 دي اس ترتاح صغيره مع البيب رجعين دقيقة عليا في محلى راديو مازلنا واصلين معكم في الدور النهائي الفينال بين لفاتن وسي صالح سي صالح مرحبا شنو حوالك يا سي صالح والله الحمد لله الحمد لله ولا فاتن مغم باه فاتن قبيك شاركت مع لطفي هكا ولا اي وسي صالح شارك مع لطفي زاد لا 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 مع حلمي باه تحبوا نواصلوا مع نفس الفرق ولا تبديل السروج لا لا نواصلوا مع لطفي اوكي اختي هكا وانت حالفه باش تخسر صحن المقرون يا سي صالح تواصل مع سي حلمي ولا تستعمل فيتو لا نواصل ما فيش مشكله تواصل مع سي حلمي الحمد لله افرح الحمد لله يلا السؤال الاولوي نمشيو للسرعه لطفي حلمي اسوال يقول له. لقب يطلق على زوجات الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام شكون حلمي حلمي أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين جواب صحيح يا سي صالح سي صالح نعم 30 ثانية سي صالح سؤال على نقطة السؤال يقول شنو اللقب اللي أطلق على ملوك الرومان الرومان الاقتراحات الأباطرة القياصرة والأسادة سي صالح القياصرة القياصرة هكا هو كيما قال سي صالح القياصرة جاوبني يا سي صالح نعم اللقب اللي اطلق على ملوك الرومان هما القياصرة نقطة جواب صحيح واحد شيء حلمي وسي صالح فرحان صفر من النقاط صفر. كعكة بالعسل لطفي بندخة فرحان الحقيقة قاعد نقول في الحقيقة صفر صفر يلا حلمي لطفي سؤال أولوي مرة أخرى سؤال يقول وين نلقاو مدينة ترويدا المشهورة تاريخيا تركيا تركيا جواب صحيح فعلا في تركيا برافو يلا فاتن هاي فاتن مع بعض ناين نتعاونوا عليها ان شاء الله هاي فاتن 30 ثانية باش تعادل النتيجة صديقتي السؤال يقول شنو اسم اول مؤرخ اغريقي اول مؤرخ اغريقي الاقتراحات سقراط ابقراط ولا هيرودوت سقراط لا امشي لهيرودوت انا ما هيرودوت اي هيرودوت من... هيرودوت كيف هيرودوت شكون بحذاك فما فوسكا بحذاك قالوا لك هيرودوت يا فاتن شكون بحذاك قال له قال له ما يسالش ما عنده ما يفكر شكون بحذاك يا فاتن قال لك خويا خوك قال لك هيرودوت معناه انا وخوك هاكا نعرفوا ريت
باه استنى استنى ساعة، خوك باش ياكل من اللوبيا ولا ساعة؟ فضحها على طرف لوبيا. ياكل من اللوبيا مالها؟ أكيد. شو اسمه خوك؟ شو اسمه خوك؟ خوك شو اسمه؟ خويا اسمه عصام. عصام، وزوجك شو اسمه؟ كمال. كمال، عصام لطفي بنطقة تعملوا له غلاف على الدار ما يدورش غادي كجمع. عليه قالت الروح. راه جماعة باش باش تزلزل طنجرة باش تكمل تاكلوا لهم من اللوبيا نتاعهم. والله إلا ما نهز خاطر. هيرودوت جواب صحيح. هيرودوت ويلقب بأبو التاريخ، يلقب بأبو التاريخ. نقطة نقطة. سؤالي باش يفصل المباراة، لطفي بنطقة، حلمي بوزويتا، السرعة مطلوبة. السؤال يقول: ما هي آخر نقطة في الجنوب التونسي؟ حلمي انت لازمك فياقة هذيك نتاع قبلك. برج الخضرة. برج الخضرة. برج الخضرة جواب صحيح. فاتر رانا نكورو قاعدين يا فاتر رانا نكورو. تو انت صحفي قولي نتعاركوا احنا. اسمعني اسمعني صراحة هو مش من صراحة عنده تكنيك ولا غير عادي؟ لا تكنيك لا مانيفيك. ينزل بيديه الزول. غلبك غلبك ليك عمل عمل شو نتاعو غلبك. ندخل نحي صباع من يدي هذاك مهم. غلبك عالميا غلبك عالميا. غلبك عمل شو نتاعو غلبك وانت قعدت مركز معاه هو يعرف شو وانت باهي ضربت يا فاتن. يا فاتن اش قلت؟ ليه قلت شيء؟ تضحك فاتنك هاو. حلمي ضربتك البهتة هو يعمل في الشو وذيك الميتود متياه وذيك تضليل يعمل عملية تضليل. يا فاتن تسمع كلام حتى حد للو بيلهم يحزنون نربحهم شو نعشكم في حق الواد. عائلة كاملة جيب. عائلة كاملة. والله جيب عائلكم والله. يا لطفي. يخلصوني برك. يلا فاتن لطفي 30 ثانية سؤال بشوفس المباراة. السؤال يقول له. شنو كانت مهنة مهاتما غاندي؟ عمك غاندي. اقتراحات: طبيب، محامي، ولا محاسب؟ اش تقول انت ترى؟ انا اقول محامي. وانت؟ محامي. بالله قاعد جاوب لحقي خوكو قول والله جاوب الزهر ولا والله على شنو؟ يلا شو كيف التشويق صحيح الجواب ريت يا فاتن ريت يا فاتن هاوك بين على روح جاء ربي قل ساعة استنى جاوبني ايه فاتن جاوبني هاي ملي نصف نهائي جيتك بجاه ربي جاوب عزك يا جاه ربي ما عادش ربي جاه لا لا في عايف في السبنة ما عادش لا لا انت اوكي انت على روحك اضحك على روحك انت مهمكش جاوبت بالزهر ولا لا؟ بالله بالعطر شيء لا بس انا مصحيح ولا شيء مكفي جاوبت بالزهر ولا لا؟ ما نجاوبش ما نعطيكش ما نعطيش ما نعطيش كرتوش يعني يا لطفي بالله بالزهر عزك يا جاه ربي ما نعطيكش حتى شيء واختي في البرنامج نقولها لك في الاوف شنو كانت مهنة مهاتما غاندي محامي جاوب صحيح مبروك عليك 1000 دينار ويلي هاكا ديما خاسر لطفي مبروك عليك مليون يا فاتن سمعتوا قال لك ديما خاسر لطفي شكون ربح اليوم؟ ان شاء الله مبروك عليك مبروك عليك لا بملوخية لا بمربل مبروك عليك يا فاتن 1000 دينار من هدية اتصال تونس سي صالح مبروك عليك بونداشا قيمته 100 دينار من هدية اتصال تونس جيهان بعد شوية تقوى في أحوال الطقس نسلم عليكم برشا ان شاء الله بالنصر الأخواننا في فلسطين نتلقاو غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت رخصنا من الكل باي باي